هلو جايز، معكم مايا نعمة. اليوم أنا وتلميذ سنيمو رح نعلمكم كيف تعملوا سبليتس. منبلش بكويك وارم اب لنحمش الجسم. فيها نركض وفيها نعمل جامبين جاكس لخمس دقايق. نرجع منبلش بأول ستريتش بيراميد بوز. بيراميد بوز بننزل قدنا فينا لتحت من قبل الأرض. بكل بوزيشن بنقعد تقريبا 2 minutes. تاني حركة هي اللانش. ننزل لتحت، اجري جالسي ورا وظهري جالس كمان for 2 minutes. ثالث حركة ليزرد، بحط كوعي على الأرض وبحس بالهيب فلكسرز. رابع حركة بنمسك اجرنا من ورا بنعمل ستريتش للكوادز. وبعدين بنجرب الهاك سبلت وشوي شوي بنزل لأعمل ستريتش سبلت فول سبلت. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو، ما تنسوا تعملوا ستريتشين كل يوم لتلاقوا نتيجة. With love مايا سكول اوف ارتس.